مساء الخير، مساء اهلاوي بطعم بطوله كاس الامم الافريقيه. في اولى حلقات رادار افريقيا اللي هيسعدني واللي هيشرفني تقديمه على مدار البطوله ايام الحد والثلاث والجمعه الساعه 10 من كل اسبوع. رادار افريقيا من اسمه هيقدم ليكم صوره تحليليه ورقميه شامله لكافه المنتخبات المشاركه في البطوله الافريقيه واللي بتنظمها مصر في الفتره من 21 يونيو لغايه 19 يوليو المقبل. وخلينا نأكد ان النسخه دي من بطوله امم افريقيا بطوله مميزه وفريده من نوعها، وده بسببين. السبب الاول مشاركه 24 منتخب فيها لاول مره في تاريخ البطوله. السبب الثاني ان هي بتقام في شهر يونيو بدلا من اقامتها كانت بيتم اقامتها في شهر يناير، وده بيضمن مشاركه كافه نجوم المنتخبات الافريقيه بارتياحيه نظرا لتوقف الدوريات الاوروبيه، وده كمان هيضمن لينا المزيد من المتعه للمشاهدين بمشاركه نجوم كافه المنتخبات الافريقيه واللي اغلبهم طبعا بيلعب في كبرى الدوريات الاوروبيه والعالميه. يمكن في برنامج رادار افريقيا هنقدم ليكم رؤيه تحليليه لكافه المنتخبات المشاركه في البطوله. هنقول لكم كل حاجة إن شاء الله. هنقول لكم رقم واحد المدرب، هنقول لكم التشكيل المتوقع، هنقول لكم طريقة اللعب، نقاط القوة، نقاط الضعف، القيمة التسويقية، المعدل الأعمار بتاع اللاعبين، كل حاجة إن شاء الله في خلال البرنامج هيبقى مدته ساعة. هنقدم فيكم ملخص المختصر المفيد لكل المنتخبات. ده هنفضل ماشيين كده إن شاء الله لغاية بداية البطولة. هنبدأ الأول مثلا بالمجموعة الستة، بعد كده الخامسة اللي هو النهاردة الستة، إن شاء الله يوم الثلاث ناخد الخامسة، وهكذا الستة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية لغاية إن شاء الله ما ننهي بمجموعة منتخب مصر. هنقول لكم كل حاجة بالتفصيل. ويلا إن شاء الله يعني نبدأ سريعا كده في بالمجموعة الستة عشان إن شاء الله عندنا معلومات كتير جدا على المجموعة الستة. يمكن المجموعة الستة أول حاجة بتضم الكاميرون، غينيا بيساو، بنين، غانا. طبعا المجموعه ديت بتقام في مدينه الاسماعيليه. تعالوا اول حاجه هنبدا معانا بمنتخب الكاميرون. اتفضل. طبعا منتخب الكاميرون اللي بيدربهم الهولندي المعروف سيدور، ومساعده طبعا باتريك كلويفرت المهاجم الهولندي المعروف. كان منتخب الكاميرون هو تاني اكتر منتخب حصل على البطوله بعد منتخب مصر. منتخب الكاميرون اخذ البطوله 5 مرات، منتخب مصر 7 مرات. كان الخمس مرات سنه 84 و88 و2000 و2002، واخر مره طبعا هو حامل اللقب 2017. كان هم تشكيلتهم يمكن المدرب سيدورف بيعتمد على ال 4-2-3-1. هنعرض التشكيل على الشاشه. قدامنا اندري اونانا، وده يمكن افضل حارس في افريقيا حاليا واغلى حارس في البطوله، قيمته اللي هو اونانا حارس اياكس. يمكن الحارس ده يا جماعه اتخرج من اكاديميه ايتو وانتقل بعد كده لبرشلونه تحت 18 سنه، يعني يعتبر اتاسس في برشلونه. قيمته التسويقيه حاليا 35 مليون يورو، هو اغلى حارس في البطوله، يعتبر حاليا احسن حارس في قاره افريقيا، 35 مليون يورو. الاربعه اللي في الدفاع كولينز فاي، وده الظهير الايمن بيلعب في ستاندر ليج البلجيكي. الاثنين المساكين بانانا بيلعب في الدوري اليوناني، ميكائيل نوجاندو بيلعب في الدوري التشيكي، ايونجو الظهير الايسر بيلعب في مونبلييه الفرنسي. الاثنين الارتكاز جورج مانجيك ودوت بيلعب في مكابي هايفا، واندري زامبو بيلعب في فولهام الانجليزي. زامبو ده من اللعيبه الكويسين جدا، اللعيبه اللي هي عندها حته الزياده والتكمله. صانع الالعاب الخطير اللي هو ارنولد دجوم رقم 10، ودوت بيلعب في اسكتلندا عنده 30 سنه.
نيجي بقى للثلاثي المرعب الامامي وهو رقم ايكامبي اللي هو الجناح الشمال رقم 7 هداف فيا ريال الاسباني جايب 10 اهداف، وشوبو موتينج نجم باريس سان جيرمان طلع عنده 30 سنه، وقدام طبعا باسو جوج اللي هو لعيب هاينان الصيني يمكن عنده 23 سنه وهو افضل لاعب في البطوله الماضيه، لعيب مميز جدا. اول حاجه عندنا يمكن متوسط الاعمار في منتخب الكاميرون، متوسط الاعمار عندهم 25.9 يعني حوالي 29 سنة، ده يمكن متوسط الأعمار. القيمة التسويقية لمنتخب الكاميرون، منتخب الكاميرون قيمته التسويقية إيه؟ 160 مليون يورو و 350 ألف، سابع أغلى منتخب في البطولة. يمكن أول منتخب السنغال، منتخب الكاميرون رقم 7. أول حاجة أول نقطة عايزين نتكلم فيها في نقاط القوة في منتخب الكاميرون هو الراجل سيدورف بيعتمد على باسوجوج، باسوجوج ده أصلاً جناح وينج. الراجل شاف ان دور الدفاعي عند باسوجوج في اللي هو في الجناح اليمين الدور الدفاعي عنده يمكن مش قوي قوي، فالراجل بدا يستخدمه كمهاجم وهمي فولس ناين. المهاجم الوهمي ده اللي هو بينزل بيتحرك على الاطراف ويسقط لتحت للخلف ويبدا يفتح المساحات للي جايين من تحت سواء ايكامبي او شوبو موتينج، وده يمكن واحد من اخطر اللعيبه حاليا دلوقتي. يعني باسوجوج اتفرجوا عليه طبعا احنا عارفينه من البطوله اللي فاتت، فكره استخدام المهاجم الوهمي مع سيدورف مع باسوجوج. الحل الثاني ان هو ممكن يستخدم المهاجم الصريح اللي هو عنده بقى فينسنت ابو بكر، كان النهارده كانوا بيلعبوا مباراه وديه كان بادئ بابو بكر اكتر لاعب عنده مباريات دوليه وهو المهاجم الصريح بتاعهم 59 مباراه دوليه. في جاك زوا برده ممكن يبدا، ده برده اللي جاب فينا الهدف في الكاس الامم الافريقيه 2017. في باهوكين مهاجم انجيل فرنسي، يمكن الثلاثه دول سترايكر صريح، دول صريح، لكن باسوجوج نوعيه مختلفه. يعني منتخب الكاميرون قدامه حلين، عنده حلول كتير قدام، يا اما يبدا بمهاجم وهمي ويبدا يسقط للخلف ويتحرك ويفتح مساحات للي جاي من تحت، يا اما يبدا بمهاجم صريح وعرضنا الثلاث مهاجمين. يمكن طبعا ابرز اللاعبين قدامنا على الشاشه شوبو موتينج زي ما قلنا رقم 13 عنده 30 سنه نجم باريس سان جيرمان، لعب السنه دي 22 مباراه، جاب كام جون؟ جاب هدفين، جاب 3 اهداف وما صنعش ولا هدف. الثاني اللي احنا قلنا عليه المهاجم الوهمي كريستيان باسوجوج ده رقم 11 عنده 23 سنه، عدد مشاركاته قد ايه؟ 11 مشاركه في الدوري الصيني، احرز 4 اهداف وصنع 3 اسيست، ده يمكن اخطر لعيب من وجهه نظري في منتخب الكاميرون وطبعا شوبو موتينج. ثالث اخطر لاعب ايكامبي، وده اللاعب المفاجاه نجم فيا ريال الاسباني السنه دي، جايب كام جون مع فيا ريال في الليجا؟ جايب 10 اهداف في كام؟ في 34 مشاركه، اذا ده اكتر لعيب في الخط الامامي جايب اهداف الموسم ده، صنع 2 اسيست، يعني مشارك في 12 هدف في الدوري الاسباني اللي هو ايكامبي، ده يمكن ابرز اللاعبين. هنبص بعد كده على ازاي هم بيسجلوا الاهداف، ودي يمكن بتبين ابرز دايما لما بنيجي نتكلم في نقاط القوه بنقول ازاي هم بيسجلوا الاهداف، ازاي منتخب الكاميرون يقدر يسجل الاهداف. هنلاقي ان هم زي ما قلنا عندهم، قلت ان المهاجم الوهمي اللي هو باسوجوج بينزل يسقط ويفتح المساحات لايه؟ للاجنحه، فعندك الاجنحه دايما بتقطع للعمق وتسدد، عشان كده اغلب اهداف منتخب الكاميرون جايه من خلال الاختراق من العمق من الاجنحه، بيخشوا للعمق ويسددوا، وده اللي هنشوفه دلوقتي بالصور. تاني حاجه برضو ان هم عندهم العرضيات، مميزين قوي بالعرضيات في الجبهه اليسرى، وقلنا ايونجو ظهير ايسر مونبلييه الفرنسي، واحد من الباكات الشمال المميزه على مستوى القاره بالعرضيات. ده يمكن شوبو موتينج برضو معانا، يمكن شوبو موتينج زي ما قلنا هو عنده 30 سنة وهو حاليا نجم باريس سان جيرمان، يعني شوبو موتينج لعيب من اللعيبة اللي هي عكس باسوجوج، باسوجوج دايما بيقطع للعمق. اللي قدامنا على الشاشة ده بقى شوبو موتينج، ودي يمكن كان انتقاله لباريس سان جيرمان، الفيديو ده قبل انتقاله لباريس سان جيرمان، لعيب مميز قوي هو ودايما بيقطع للعمق وعنده حتة التسديد، مميز هو بطويل القامة، قوي جدا بدنيا، شخصيته عنده شخصية، لعيب هداف. يمكن هو كان ليه برضو يعني حاجة نقطة سلبية، بس ان هو كان ليه اغرب فرصة ضائعة على مدار الموسم كانت من شوبو موتينج نجم منتخب الكاميرون. ننتقل بعد كده ازاي بقى هم سجلوا الاهداف، ازاي منتخب الكاميرون، دي يمكن ابرز نقاط القوة بتبين ازاي منتخب الكاميرون بيسجل الاهداف، دي اهم حاجة. بعد كده عندنا القيمة التسويقية زي ما قلنا 160 مليون يورو، وقلنا ان هم سابع اغلى منتخب، قلنا ان ال 160 مليون يورو الحارس لوحده 35 مليون اللي هو اندريه اونانا. اندريه اونانا بالمناسبة حارس اياكس الهولندي، طبعا كلنا شفناه واتفرجنا عليه في نص نهائي دوري ابطال اوروبا، عنده 23 كلين شيت في 55 مباراة في جميع البطولات، سواء دوري ابطال اوروبا سواء دوري هولندي سواء كاس هولندا، في كل المباريات 55، يعني حوالي تكاد تقترب من النص 23 مباراه، فحارس مميز جدا واحد من افضل الحراس
في منتخب في على مستوى قاره افريقيا. نيجي بعد كده بقى لنقاط القوه، نخش ازاي هم سجلوا الاهداف. زي ما قلنا هم سجلوا مع سيدورف 5 أهداف في التصفيات او تحت قياده سيدورف، مش في التصفيات بس، لا في الويد دي كمان. لعبوا 6 مباريات سجلوا كام هدف؟ 5 أهداف، نسبه طبعا مش كبيره بالنسبه لمنتخب الكاميرون. 2 منهم تسديدات من الاجنحه من خارج منطقه الجزاء، زي ما قلنا عندك مهاجم وهمي و2 جناح بيخشوا للعمق وبيصوبوا، ادي هدفين. و2 عرضية من الجبهة اليسرى، زي ما قلنا الخطورة الجبهة اليسرى المنتخب الكاميرون، واختراق من العمق من البديل كلينتون، قلنا ان دور رابحة عندهم جناح مارسيليا رقم 7، ده برضو من الحاجات اللي انت تعمل حسابك على منتخب الكاميرون ان هم عندهم ورقة رابحة زي كلينتون. هداف الفريق زي ما قلنا تحت قيادة سيدورف هو شوبو موتينج نجم باريس سان جيرمان، واللي لسه كنا عارضين له فيديو برصيد 2. زي ما نبص كده ده اللي عليه الدايره دوت بقى شوبو موتينج زي ما قلنا هنبص نلاقي بس جوج رجع لورا خالص، دي فكره المهاجم الوهمي ليه؟ عشان يسحب معاه المدافعين، واللي عليه الدايره ده شوبو موتينج اللي هو الجناح الشمال، دخل لجوه للعمق وسدد. دي طريقه لعب منتخب الكاميرون، مهاجم وهمي يبدا يتحرك على الاطراف يسحب المساحات وتشوبو موتينج يقطع في العمق. نبص على الصوره اللي بعدها هنبص نلاقي برده باسوجوج، ده باسوجوج اللي هو الجناح الايه الايمن، دخل لجوه وسدد بنفس فكره المهاجم الوهمي اللي احنا قلنا عليه في منتخب الكاميرون. قلنا اهم حاجه فكره المهاجم الوهمي اللي بينزل يسقط والاجنحه بتتحرك. طريقه لعبه مقاربه فعلا، طريقه لعبه يمكن مقاربه لصلاح، ولكن باسوجوج عنده حته اللي هي ايه الاختراق للعمق المراوغه، دي نقطه مهمه جدا. نيجي بعد كده للصوره اللي بعدها، توقيت احراز 5 أهداف هنبص نلاقي ان هم جايبين 2 او الفتره الاغلب في اخر نص ساعة، يعني آخر ربع ساعة جايبين 2 والفترة اللي قبلها هدف، يبقى إذا آخر نص ساعة 3 أهداف. ده يأكد لك إيه؟ إن هم معاهم مدرب كويس بيعرف يغير. تاني حاجة إن هم بدنياً عاليين جداً، ولو نتذكر نهائي السنة اللي هو 2017 مع مصر هنبص إن مصر كانت متقدمة ومنتخب الكاميرون رجع عليها بـ2، إذا عندهم العامل البدني، يعني العامل البدني عندهم قوي جداً عند منتخب الكاميرون. نيجي بقى لنقاط الضعف، ازاي هم استقبلوا اهداف او نقاط ضعف منتخب الكاميرون. مشكله منتخب الكاميرون زي ما قلت في الجبهه اليمين، ان باسوجوج لما بيلعب ناحيه جناح الدور الدفاعي عنده نتيجه سوء في الارتداد الدفاعي. يعني لو بصينا مثلا رقم 1 اختراق في ظهر الظهير الايمن وعرضيه من الجبهه اليمنى للكاميرون، ضربه جزاء نتيجه اختراق من الجبهه اليمنى للكاميرون، ديت اللي كان بيلعب فيها ايه باسوجوج جناح، عشان كده الراجل بدا سيدورف بدا يوظفه كمهاجم وهمي. دي النقطه المهمه جدا، ان هم عندهم الجبهه اليمين الجناح اليمين عنده سوء في الارتداد الدفاعي، وبالتالي انت عشان تخترق منتخب الكاميرون بتخترقه من جبهه الباك اليمين. عنده برضو اهداف من تسديده من خارج منطقه الجزاء، ودي كانت قدام المغرب، هدف من ضربه ركنيه وده كان قدام منتخب البرازيل. لو بصينا على الصور بعد كده هنلاقي برضو اهو دي اللي عليه الدايره، ده بقى مين اللي لابس ابيض؟ ده باسوجوج اللي هو الجناح اليمين، واللي معاه الكوره ده لعيب اشرف حكيمي لعيب منتخب المغرب. اشرف حكيمي لعبها تمريره للعيب اللي جاي من اللي جاي دوت، وبالتالي باسوجوج طبعا لعبها له واتحسبت ضربه جزاء. فالدايره دي بتاكد ايه؟ بتاكد ان الراجل الجناح اليمين عندهم سوء في الارتداد الدفاعي، عشان كده سيدورف فكر في توظيف باسوجوج بدل من الجناح اليمين ان هو يوظفه كمهاجم وهمي يبدا يفتح المساحات للي جاي من ورا سواء الاجنحه او صانع الالعاب. الصوره اللي بعد كده دي الضربه الركنيه اللي دخلت فيهم في مرمى البرازيل. اللي بعد كده برضه هنبص نلاقي ده توقيت استقبالهم للاهداف، هنلاقي ان هم بيستقبلوا يمكن من اول ربع ساعه استقبلوا هدف، اخر ربع ساعه في الشوط الاول استقبلوا هدف برضه، يمكن مفيش توقيت مميز ليهم. يمكن اكتر حاجه برضه الشوط الثاني، في اول نص ساعه من الشوط الثاني بيستقبلوا فيها اهداف اكتر، ولكن مفيش توقيت مميز لتوقيت استقبال الاهداف بالنسبه لمنتخب الكاميرون. يمكن كده ده كان اول منتخب معانا، اعتقد ان احنا شرحناه بالتفصيل. ان شاء الله المنتخب الثاني هيبقى معانا بنين، منتخب بنين. Thank you.
تاني منتخب معانا منتخب بنين، منتخب السناجب. يمكن منتخب بنين ليه قصه كده او سيناريو درامي في التاهل طبعا مع المدرب الفرنسي ميشيل دوسيه دوت. يمكن هم تاهلوا ده منتخب بنين تمام. يمكن المدرب قدامنا ميشيل دوسيه، يمكن هو عنده 60 سنه لعب تحت قيادته منتخب بنين 5 مباريات، فاز في 2 وخسروا 2 وتعادلوا 1 واحرزوا 4 اهداف، دخلت شباكهم 6 اهداف، حافظوا على نظافة شباكه 2، سبق ليه تدريب غينيا وساحل العاج. يمكن المدرب ميشيل دوسيه ده ليه قصة برضو معاهم، ان المدرب دوت بيسموه المدرب المتخصص في التأهل لكأس الأمم الأفريقية. ازاي؟ يمكن هم آخر مرة صعدوا منتخب بنين، آخر مرة صعد لكأس الأمم الأفريقية كانت 2010 اللي تم إقامتها فين؟ في أنجولا. مين اللي كان بيدربهم وقتها؟ هو المدرب ده الفرنسي ميشيل دوسيه. يمكن هم جابوه تاني وهو اللي قادهم للتأهل لكأس الأمم الأفريقية بعد حوالي 10 سنين. فالراجل ده سموه في بنين الراجل المتخصص، عايز توصل كأس أفريقيا كأس الأمم الأفريقية هات المدرب ميشيل دوسيه، هو اللي وصلهم سنة 2010. وبعد كده برضو راح درب غينيا، يعني درب غينيا وصل معاهم 2013 و2015، وصل مع بغينيا كأس الأمم الأفريقية، و2017 درب كوت ديفوار وصل معاهم. فبيسموه او ليه لقب مميز كده اللي هو المدرب المتخصص في التاهل لبطوله كاس الامم الافريقيه. نعرض بقى التشكيل. التشكيل يمكن هم احنا قلنا دايما اغلب المنتخبات بتلعب 4-2-3-1، منتخب بنين بيلعب 3-4-2-1. يمكن الراجل عارف ان هو عنده مشاكل في خط الدفاع فبيلعب بيه 3 ورا، بيعمل شويه عمق دفاعي. فارنول الحارس المرمى بيلعب في مالتيا سبور التركي، عنده 34 سنه. الثلاثه اللي ورا خالد اديتون بيلعب في انبان الفرنسي. يمكن هم طبعا عندهم لعيبه كتير بيلعبوا في فرنسا، يعني الثلاثه اللي ورا دول بيلعبوا في فرنسا سواء سيدو او خالد او اوليفر، الثلاثه اللي هو 18 و3 و6 بيلعبوا في الدوري الفرنسي سواء درجه اولى او درجه ثانيه. اوليفر اللي هو رقم 6 دوت بيلعب في سوشو الفرنسي، يمكن ده اخطر واحد فيهم او اهم واحد فيهم. الاثنين الارتكاز جوردان اللي هو بيلعب في اوكسير رقم 8 ورقم 15، ده نحط عليه دايره كده اللي هو ده الميدا، ده لعيب مميز قوي وعنده حته التكمله بوكس تو بوكس، بيكمل دايما اللي هو اللعيب ابو شعر طويل، نتفرج عليه في بطوله كاس الامم الافريقيه. الباك اليمين دوسيه والباك الشمال هو اسمه ايمانويل امورو بيلعب في كاين. الباك اليمين بيلعب في سويسرا. نيجي للثلاثه اللي قدام وهم دول الثلاثه الاخطر في المنتخب. طبعا ميكائيل بوتي صانع الالعاب بيلعب في ادنا دمير التركي رقم 10. رقم 17 سيسي نون ده بيلعب في تركيا وده أكتر لاعب عنده خبرة في منتخب بنين، 73 مباراة دولية وهو الكابتن. الأهم لعيب في الفرقة بقى اللي هو ستيفان مونيه نجم هيدرسفيلد الإنجليزي، وده يمكن القيمة التسويقية بتاعت منتخب بنين كله على بعضه 15 مليون يورو و 620 ألف يورو. كام؟ 15 مليون يورو. مونيه ستيف مونيه لوحده أغلى لاعب في منتخب بنين، قيمته التسويقية كام؟ لوحده 9 مليون يورو. 9 مليون يورو لوحده لستيف مونيه، ده أهم لعيب في منتخب بنين. يمكن الفيديو قدامنا على الشاشة ده هنبص نلاقي مونيه اللي هو بيلعب في هيدرسفيلد الإنجليزي اللي هو الفريق اللي كان بيلعب فيه رمضان صبحي. مهاجم خطير جدا زي ما احنا شايفين كده، مهاجم يعني طبعا ستيف مونيه أكيد الجميع عارفه أو اللي بيتابع الدوري الإنجليزي عارف ستيف مونيه نجم هيدرسفيلد الإنجليزي. قيمته التسويقية 9 مليون يورو، أغلى لعيب في منتخب بنين، 9 مليون من 15، يعني لوحده تقريبا الثلاث أرباع من المنتخب. ده يمكن أهم لعيب في الفرقة وده نقطة قوتهم لمنتخب بنين، هم بيعتمدوا على الكرات العرضية للراجل ده. الراجل ده هداف، مهاجم صندوق، دايما بيعتمد على الضربات الراس. فستيف مونيه مهاجم قوي جدا زي ما احنا شايفين، واعتقد ان هو مش هيكمل في هيدرسفيلد او مش هينزل معاهم للشامبيونشيب، لا ممكن ينتقل لنادي في الدوري الانجليزي اخر. يمكن نقاط قوة بقى منتخب البنين، هم عندهم من وجهة نظري يعني أفضل 2 لعيبة سيسي نون رقم 17 اللي هو صانع الألعاب، ده مميز قوي بالمباريات الدولية المشاركات الدولية، لعيب عنده خبرة هو قائد، عنده 73 مباراة دولية، ده لعيب كويس جدا اللي هو سيسي نون. زي ما احنا قدامنا أبرز اللعيبة ستيف مونيه وبوتي وسيسي نون. ستيف مونيه رقم 9 24 سنة مهاجم هيدرسفيلد، لعب السنة دي في الدوري الإنجليزي 31، جاب هدفين وصنع 3، عنده 13 مباراة دولية. اللعيب الثاني اللي هو ميكائيل بوتي،
ده 34 سنة، رقم 10، جناح يمين وصانع ألعاب، بيلعب في تركيا، لعب 33 مشاركة، مسجل 16 هدف، نسبة كبيرة قوي لميكائيل بوتي ده. ده نتابعه يا جماعة ونركز عليه بشكل كويس، اللي هو رقم 10 في منتخب بنين. الناس كلها هتركز على ستيف موني طبعا عشان بيلعب في انجلترا، نركز كمان على ميكائيل بوتي اللي هو مسجل 16 هدف في الدوري التركي. سيسي نون هو اللعيب الأكثر خبرة اللي بيلعب في تركيا برضو، لعب 30 مشاركة، عامل 6 اسيست، اكتر الاكتر اسيست فيهم والاكثر مشاركة دولية، ده اهم حاجة، لعب 73 مباراة دولية، رقم كبير جدا، يمكن دول ابرز لعيبة في منتخب بنين بيلعبوا الثلاثة اللي قدام زي ما قلنا 3-4-2-1. لو شفنا ازاي هم سجلوا الاهداف هنلاقي ان اغلب اهدافهم 3 اهداف من ازاي سجلوا الاهداف من كرات عرضية. ادي الرسم البياني قدامنا، هنبص لقى ان هم سجلوا 4 اهداف تحت قيادة المدرب الفرنسي، 3 اهداف من الاربعة من كرات عرضية، من خلال ايه؟ من خلال المهاجم الخطير ستيف مونييه، وهدف تمرير طولي في العمق، ده يمكن هدف وحيد. فبالتالي نقطة قوة منتخب بنين في الكرات العرضية، وقلنا ابرز اللعيبة اللي احنا هنشوفها في بطولة كاس الامم الافريقية. نقاط الضعف هم كفريق دفاعه عشوائي، دي طبعا صور للكرات العرضية اللي هم بيعتمدوا عليها من الجبهة اليمين، ده الهدف يمكن عرضية لستيف مونييه. الصورة اللي بعدها برضو هنلاقي صورة اختراق من الجبهة اليمين، والصورة اللي بعدها هنبص نلاقي دالميدا اللي اتكلمت عليه اللي هو اللعيب ابو شعر اللي بيكمل عنده حتة التكملة، فالكرة اتلعبت له عرضية وهو كمل جوه ال 18 وسدد، ده برضو لعيب من اللعيبة المميزة في منتخب بنين. نقاط ضعف منتخب بنين ده توقيت احرازهم للاهداف برضو، يمكن هم بيسجلوا دايما في الاول الشوط الاول، اول ربع ساعة مسجلين 50% من اهدافهم، ده يأكد لك التوقيت المفضل ليهم ان هم بينزلوا واخدين نوع من الحماس ونوع من الدفعة من المدرب، فبينزلوا مركزين عكس باقي المباراة. منتخب بنين ابرز نقاط ضعفه دفاع عشوائي، طبعا عندهم مشكلة في حراسة المرمى، يعني لو اتكلمنا في نقاط الضعف هنلاقي ان ابرز التسديدات من خلال التسديدات، يعني التسديدات من بره ال 18 هتلاقي تسديدات غريبة جدا بتدخل، ده بيأكد ان الحارس المرمى بتاعهم ضعيف جدا. النقطة الثانية برضو الضربات الثابتة، سواء بقى ضربات ركنيه سواء كرات عرضيه، الضربات اللي من على الاطراف برضو عندهم مشاكل، ده ازاي هم استقبلوا اهداف؟ هنبص نلاقي ان في تسديدات من خارج منطقه الجزاء هدفين، وده بياكد ضعف حراسه المرمى، هدف من ضربه ثابته وهدف من ضربه ركنيه زي ما قلنا، وهدف اختراق من العمق من هجمه مرتده، وهدف من تمريره في المساحه خلف الظهير الايمن. اذا في مشكله في حراسه المرمى. لو عرضنا الصور هنبص نلاقي ان هم بيجي فيهم اهداف من اماكن غريبه جدا، من اماكن بعيده. اذا بنين عندهم مشكله في حراسه المرمى، ومشكله طبعا في الدفاع، والمدرب بيحاول ان هو يحلها بوجود 3 في خط الدفاع. الصوره اللي بعد كده هنبص نلاقي ادي التسديده، بصوا حضراتكم هتلاقوا حوالي 7 أو 8 بنين اللي لابسه اصفر، فده خط الدفاع بتاع بنين كله واقف بيتفرج والراجل بيشوط براحته خالص والحارس متقدم وجات هدف. ده هدف غريب جدا بيأكد ان هم دفاعهم نوعا ما عشوائي وعندهم ضعف في حراسة المرمى. الصورة اللي بعدها برضو هنبص نلاقي ان هو برضو ده هدف جاء من حتة غريبة جدا، يعني من بعيد قوي ومتطرفة وجات في حارس المرمى، وحارس المرمى متقدم وبالتالي جات فيه هدف، فده بيأكد برضو زي ما قلنا ان هم عندهم مشكلة الدفاع عشوائي وعندهم مشكلة في حراسة المرمى. الصورة اللي بعدها هنبص نلاقي ده توقيت استقبالهم للأهداف. منتخب بنين بقى على عكس باقي الفرق، هم بيستقبلوا اكتر في اخر ربع ساعة، 50% من الاهداف بيستقبلوا في ايه؟ في اخر ربع ساعة، ده يأكد ان هم منتخب نوعا ما مش قوي، هم عندهم حلم ان هم يصعدوا من دور المجموعات، خاصة ان هي في امكانية ان هو 3 فرق يوصلوا 4 فرق، 4 منتخبات من الست مجموعات، وبالتالي منتخب بنين عنده الامل ده ان هو يوصل ثالث ويصعد. ولكن توقيت استقبالهم للاهداف 50% من الاهداف ده ياكد ان هم على المستوى البدني مش قويين، يعني مش على المستوى المأمول زي باقي المنتخبات الافريقيه. الحاجه الثانيه ان المدرب بتاعهم برده ممكن تكون مش نوعا ما مش زي المدربين التانيين، وان هم دفاعهم عشوائي زي ما قلنا، وقلنا ان حارس المرمى بتاعهم ضعيف على مستوى التسديدات ومستوى الكرات العرضيه. ده يمكن منتخب بنين بصوره ملخصه كده زي ما قلنا كل حاجه فيه. قلنا القيمة التسويقية 15 مليون يورو 620 ألف، متوسط الأعمار 26.3. هنطلع بقى على منتخب غينيا بيساو.
منتخب غينيا بيساو ده المنتخب الثالث في المجموعه السادسه. يمكن هم بيدربهم المدرب الغيني باسيلو كاندي، وده هم تاهلوا بعد سيناريو درامي. يمكن هم كانوا بيلعبوا في المباراه الاخيره منتخب موزمبيق، ومنتخب موزمبيق سجل فيهم هدف في الدقيقه 89، فبقت النتيجه 2-1 لمنتخب موزمبيق. هم نجحوا ان هم يتعادلوا في الدقيقه زائد يعني بلس 94، توقيت المفضل للنادي الاهلي. كان منتخب غينيا بيساو استعان بالتوقيت ده وسجل هدف للتعادل، وبالتالي صعدوا من خلال الهدف ده من خلال اللعيب الخطير جدا واهم لعيب عندهم في الفرقه اللي هو فريدريك ميندي. يمكن منتخب غينيا قيمته التسويقيه 16 مليون يورو كلها على بعض، متوسط الاعمار 25.8. بيدربهم طبعا المدرب فريدريك، بيدربهم المدرب باسيلو كاندي. يمكن ارقامه اللي قدامنا ايه، يمكن هو 52 سنه، بيدربهم من 1 يناير 2017، لعب تحت قيادته 11 مباراه، فاز في 2، اتعادل في 4، خسر في 5. اللعيبه احرزت بلعيبه غينيا بيساو 11 هدف، دخلت شباكه كام؟ 17 هدف في كام مباراه؟ في 11، نسبه عاليه، ياكد برضو ان هم عندهم مشاكل في الدفاع هنتكلم عليها دلوقتي. الشباك النظيفه ماتشين بس من 11 مباراه. ده يمكن ارقام المدرب. تشكيلهم بيلعبوا بال 4-2-3-1. طبعا الحارس جوناس مينديز بيلعب في اكاديميكو البرتغالي، على فكره غينيا بتتكلم برتغالي، غينيا بيساو، وبالتالي عندهم 5 محترفين في التشكيل بيلعبوا في الدوري البرتغالي. الحارس جوناس مينديز حارس اكاديميكو البرتغالي، الاثنين المساكين رودي نيلسون بيلعب في الدوري الليتواني، لامين با بيلعب في الدوري البرتغالي، وده ثغره دفاعيه واضحه هنتكلم عليه اللي هو رقم 3. الباك اليمين نادي جاك بيلعب في ريو افي، الباك الشمال بكار بالدي بيلعب في ارمينيا. الاثنين الارتكاز بيلي وماني، مش ماني بس اللي هو بتاع السنغال، احنا عندنا 2 ماني في البطوله، ماني في السنغال وماني الثاني اللي هو لاعب ارتكاز منتخب غينيا بيساو. صانع الالعاب ومستر اسيست بتاعهم رقم 7 زيزينيو. زيزينيو ده واحد من اللعيبه المميزه قوي. الجناح اليمين توني سيلفا، طبعا لعيب بالمناسبه زيزينيو هو الخبره، عنده 28 مباراه دوليه، هو القائد. توني سيلفا دوت طبعا كلنا عارفينه بيلعب في جناح في الاتحاد السكندري. بيكيتي بيلعب في الشعله السعودي اللي هو الجناح الشمال. فريدريك ميندي الخطير بيلعب في فيتوريا في الدوري البرتغالي وهو المهاجم، والمهاجم ده يعني ابرز نقطه قوه عند منتخب غينيا بيساو. 2 لعيبه، فريدريك ميندي اللي هو المهاجم، وده متخصص بان هو بيتحرك على الاطراف، بيتحرك على الاطراف بشكل مميز قوي، مش المهاجم اللي هو الصندوق او المهاجم المحطه، لا بيتحرك على الاطراف بشكل كويس ويفتح مساحات للي جاي من ورا، ده رقم 1. رقم 2 زيزينيو اللي هو صانع الالعاب، ده متخصص في عمل الكرات العرضيه من الضربات الثابته، مميز قوي، هو مستر اسيست بتاعهم. كان قدامنا على الشاشه الثلاثي الابرز زي ما قلنا، مهاجم اللي هو المهاجم الفريدريك ميندي بيلعب 28 مشاركه، احرز 4 اهداف، صنع 3 اسيست، ساهم في التصفيات في كام هدف بقى؟ في 4 اهداف سواء بالصناعه او بالتسجيل، فده ياكد ان هو اخطر لعيب في منتخب غينيا. اللعيب الثاني وهو صانع الالعاب زيزينيو اللي هو رقم 7 اللي هو سن 26 بيلعب في الدوري السلوفاكي، صنع اهداف كام؟ هو مستر اسيست، صنع 4 اسيستات، وفي المنتخب صنع 3 اسيست فمساهم في 3 اهداف. جناح الاتحاد السكندري بقى توني سيلفا اللي هو اللي على الشمال خالص، لعب 7 مشاركات، صنع 2 هدف، ساهم في التصفيات في اهداف بهدفين. وبالتالي منتخب غينيا نقطة قوته زي ما قلنا المهاجم فريدريك ميندي، ده لوحده قصة ورواية وحكاية، قلنا ان هو بيتحرك على الأطراف بشكل مميز قوي، وبيبدأ يفتح مساحات لزمايله اللي هو رقم 13، يبدأ زي ما قلنا كده بيتحرك على الأطراف بشكل مميز، تبدأ تفتح مساحات لزمايلك ان هم يتحركوا من ورا، دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية ان فريدريك ميندي ده مميز بالتوقيت في الدقيقة بلس 90، الثلاث أهداف اللي جابهم مع منتخب غينيا في البلس 90 في الثلاث مباريات. توقيت المفضل للنادي الاهلي فريدريك ميندي، يمكن ده ابرز حاجات. طبعا زيزينيو معانا زي ما قلنا لعيب خبره، لعيب ملك الاسيست، ملك الكرات العرضيه اللي هو اللعيب رقم 7، والمهاجم فريدريك ميندي، قلنا فريدريك ميندي وزيزينيو دول اخطر 2 لعيبه لمنتخب غينيا بيساو. معانا ازاي هم بيسجلوا الاهداف، ده اللي هياكد كلامنا. هنبص نلاقي ان هم جايبين 8 اهداف في التصفيات، منهم 3 اهداف ضربه ثابته، نركز في الكلمه دي، ضربه ثابته من الطرف الايمن من زيزينيو رقم 7، 3 يعني جايبين من 3 اهداف من 7 من ضربات ثابته من الجنب اليمين، وهنعرض صور نبين الكلام ده.
بعد كده في ثلاث كرات عرضيه من الطرفين مميزين برضو في الكرات العرضيه، في هدف من رمي التماس طويله زي الحرس الحدود كده مع كابتن طارق العشري، وهدف من خطا من حارس المنافس. قلنا اخطر اثنين لعيبه مين؟ زيزينيو اللي هو صانع الالعاب رقم 7 3 اسيست، والهداف الفرقه مين؟ فريدريك مندي جايب 3 اهداف، ودول اخطر اثنين لعيبه في منتخب غينيا بيساو. نبص زي ما قلنا على الصور اللي هي الضربات الثابته اهي، دي ضربه ثابته من الجنب اليمين، ده المقصود بيها مين اللي بيلعبها؟ رقم 7 زيزينيو. اذا نركز مع منتخب غينيا في الضربات الثابته من الجنب اليمين، نتابعهم في البطوله هنلاقي ان زيزينيو ده بيلعبها وبيجيبوا اهداف منها دايما. الصوره اللي بعدها نبص برده نلاقي ده زيزينيو، ده الهدف لفريدريك مندي برده عرضيه من الجنب اليمين، واللي لعبها زيزينيو رقم 7 اللي هو كابتن الفرقه واللي قلنا عنده 28 مباراه دوليه. الصوره اللي بعدها برده هنبص اهو، دي دايره مهمه قوي دي، ده مين اللي معاه الكوره؟ ده المهاجم اللي اتكلمنا عليه اللي هو قلنا فريدريك مندي رقم 13. شايفين هو طويل القامه ازاي، مهاجم محطه، مهاجم كويس جدا وعلى فكره سعره قليل جدا وبيتحرك على الاطراف بشكل كويس جدا زي ما احنا شايفين، ويبدا يفتح مساحات للي جاي من ورا، يعني هو بياخد المدافع معاه ويفتح مساحات للي جايين من ورا. التصميم مكتوب هدف لمنتخب غينيا من عرضيه من المهاجم، هو اللي عامل الاسيست، يعني هو مش هداف بس، بتحركه المميز على الطرف الايمن. الصوره اللي بعدها توقيت احرازهم للاهداف، يمكن اول ربع ساعه سجلوا هدف، ثاني ربع ساعه هدف، هما بيسجلوا في الشوط الثاني اكتر من الشوط الاول. الشوط الثاني جايبين 2 و2 و3 و1، يعني 6 اهداف من 8 في الشوط الثاني المنتخب غينيا بيساو، ده يمكن نقاط قوتهم. نقاط ضعفهم بقى 3 نقط بالظبط، عندهم مشكله في حراسه المرمى والمدافعين في العرضيات. الحارس المرمى ضعيف جدا 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 في الخروج على الكره العرضيه، هتلاقي في كذا صوره الحارس في كذا هدف، يعني الحارس دايما بيطلع الكره بتقع من ايده او في سوء تفاهم ما بينه وما بين قلبي الدفاع، ده دخل منهم اهداف كتير. برضو عندهم مشكله في الضربات الثابته، اي ضربه ثابته حوالين منطقه الجزاء بتيجي تسديده فيهم، وده ياكد ضعف حراسه المرمى عندهم. عندهم مشكله ثالثه مهمه جدا جدا وقلنا عليها اللي هو المدافع لامين بال مساك الايسر، اي تمرير طولي في المساحه ما بين المساك الايسر والظهير الايسر في المساحه ما بينهم، اي تمرير طولي في ظهره المدافع ده بطيء، يا اما بيرتكب ضربه جزاء يا اما بتيجي هدف. ودي الصور اللي معانا، اول صوره هنبص نلاقي ايه، ده المساك الايسر او اللي عليه الدايره، الكره دي جت فيهم جون، تمرير طولي في ظهره، طبعا هو طويل القامه وبطيء جدا فسهل ان انت تضربه، يعني احنا مثلا لو لعبنا غينيا بيساو يقدر محمد صلاح يستغل النقطه دي في المساحه ما بين المساك والظهير الايسر. الصوره اللي بعدها برده هنبص نلاقي برده هدف في غينيا، ادي صوره، ادي المساك الايسر واقع لوحده، الكره اتلعبت من فوق وجت هدف. اذا عندهم مشكله في المساك الايسر. في صور برده للكرات العرضيه، ماشي، توقيت استقبال اهداف منتخب غينيا بيساو 7 اهداف في تصفيات كاس الامم الافريقيه، هنبص نلاقي ان هم استقبلوا اكتر في اول الشوط الثاني وفي اخر الشوط الثاني برده استقبلوا 4 اهداف، يعني منتخب غينيا الخلاصه بتاعته بيسجل في الشوط الثاني اكتر بيستقبل في الشوط الثاني اكتر، ده ملخص منتخب غينيا. قلنا ان هو بيسجل في الشوط الثاني اكتر بيستقبل في الشوط الثاني اكتر، قلنا اخطر لعيبه صانع الالعاب زيزينيو رقم 7 فريدريك مندي المهاجم، دول اخطر 2 لعيبه ويجي بعدهم توني سيلفا. قلنا نقاط الضعف عندهم مشكله في الكرات العرضيه، في الحارس ضعيف جدا في التمركز في الكرات العرضيه، ضعيف جدا الحارس، وعندهم مشكله برده في الحارس في ادي الكره بتاعت ادي الحارس اهو، ادي الكره العرضيه الحارس اساء تقديرها مع المدافعين ودخلت فيهم هدف. اذا عندهم مشكله في ابرز نقاط الضعف بتاعتهم في حارس المرمى والتمركز في الكرات العرضيه سواء من الحارس او من المدافعين، في سوء تفاهم واضح، ودي برده هدف جت فيهم من ضربه ثابته بسبب سوء تمركز الحارس في الكره العرضيه وسوء تمركز المدافعين. المفروض ضربه ثابته زي دي باخد اللعيبه وبطلع بره ال 18، ما ببقاش واقف جوه ال 18 بالشكل ده. ده يمكن منتخب غينيا بيساو كده لخصناه. معانا المنتخب الرابع، منتخب غانا.
المنتخب الرابع منتخب غانا مع المدرب كواسي أبيار. طبعا منتخب غانا من المنتخبات القوية جدا، وهو ثالث أكتر منتخب حصل على البطولة بعد منتخب مصر ومنتخب الكاميرون. حصل على البطولة كم مرة؟ 4 مرات. آخر بطولة كانت سنة كام؟ كانت سنة 82. يعني إذا غانا تبحث عن اللقب الغائب من سنة 82، يعني من مدة طويلة. يمكن هم بيلعبوا على طول، نخش في التشكيل أو أرقام المدرب بتاعهم كواسي أبيا معاهم. يمكن هم المنتخب الوحيد اللي بيلعب براسين حربة. احنا قلنا دايما المنتخبات بتلعب 4-2-3-1، لا منتخب غانا بيلعب 4-4-2. يمكن ما كانش ينفع تبقى أول حلقة في البرنامج يمكن وما نستضيفش أو ما نجيبش واحد من الناس اللي ليها فضل كبير بعد ربنا في عودة النادي الأهلي هذا الموسم، يمكن لصدارة الدوري من يناير منذ توليه المهمة. بصراحة واحد من الناس اللي ليها دور مهم جدا جدا في إعادة ترتيب البيت في النادي الأهلي، كابتن سيد عبد الحفيظ مدير كورة بالنادي الأهلي. أهلا بيك. شاء الرحمن كده وإطلالة جديدة ورب تكون حاجة جديدة زي كده. اهلا بيك يا كابتن سيد، وبصراحه ليك دور مهم جدا في الفتره، لازم حضرتك تاخد التحيه على الهوا، ان بصراحه حضرتك اعدت ترتيب البيت بشكل مميز جدا. يعني احنا بصراحه كنا فين، ويعني كنا ما كناش لسه كنا بنقول ان احنا مش هناخد الدوري السنه دي، لا حضرتك بصراحه يعني بعد فضل كبير بعد ربنا وطبعا اداره النادي الاهلي والجهاز الفني بالكامل، ولكن اعاده ترتيب البيت حضرتك ليك دور مهم جدا في اعاده ترتيب البيت، في ان احنا باذن الله يعني قربنا بشكل كبير جدا من لقب الدوري. طيب يعني خلينا برضه طالما انت فتحت الموضوع، مع ان احنا كنا هنتكلم على المنتخب والمنتخبات الافريقيه والبطوله اللي ان شاء الله الرحمن يعني احساسي واحساس كل المصريين، وان شاء الله الرحمن هتبقى احسن بطوله في تاريخ الكاس كله باذن الله ان شاء الله الرحمن، يعني فتتعامل بشكل كويس قوي قوي باذن الله. لكن يعني دايما دايما الموضوع بيبقى شكل جماعي او منظومه عمل متكامله، لكن في نفس الوقت انت في الاطارات اللي احنا عايشينها او في الاطار اللي احنا عايشينها او في اللخبطة اللي جاية من اتحاد الكورة اللي الناس كلها حاساها وشافتها يعني دلوقتي في حاجة. لكن فيما يخص الأهم اللي هو بطولة الدوري، موضوع مش سهل، موضوع صعب. عندنا مباراتين، مباراة مع المقاولين، مباراة مع نادي الزمالك، إن شاء الله الرحمن بإذن الله نكون موفقين فيهم بإذن الله وناخد 6 نقاط ونتوج بإذن الله. لكن الموضوع مش سهل أبدا، الموضوع عايز شغل كتير قوي، بتزيد من صعوبته الأحداث اللي أنت بتشوفها ديت. يعني من أول الموسم لحد دلوقتي يعني تعرضنا لكثير جدا 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 من المضايقات والحاجات اللي هي بتبقى مالهاش علاقه خالص بكره القدم، وبشكل فيه يعني نوع من الضغط على النادي الاهلي، حاجات كتير لو فردناها واستعرضناها هتلاقي ان الدنيا كانت صعبه جدا يعني جدا، مش من ضغط مباريات بس ولا بتلعب في المباريات الافريقيه بس، في امور خاصه اتشرحت في بيان النادي الاهلي او في كلام النادي الاهلي. يعني يكفي ان انا مثلا اقول لك على سبيل المثال، يعني الناس بتطالب ان السنه الجايه مثلا الكاس هيتلعب بقايمه جديده مثلا. من سنتين اثنين مش من اكثر، ما نفس المجموعه اللي موجوده بنفس الاشخاص اللي موجوده، لما كان النادي الاهلي بيلعب النادي المصري في نهائي كاس 2017 لو تتذكر، لو كان 15 اغسطس 2017 كان الاهلي متعاقد مع وليد ازهر، وكان الاهلي متعاقد مع اسلام محارب، وكان الاهلي متعاقد مع ايمن اشرف في الفترة الزمنية ديت يعني تمام؟ وجا ردنا رد من الاتحاد الكورة، لا تعاقدوا مع اللعيبة ديت لكن ما ينفعش ان انتم تكملوا بهم مسابقة الكاس. ليه؟ كان عندنا قبل نهائي ونهائي، كان عندنا قبل نهائي مع سموحة والنهائي مع فرقة النادي المصري يعني. ليه؟ قال لك عشان البطولة بدأت بقايمة والمسابقة لازم تنتهي بقايمة نفس القايمة في نفس الموسم يعني. السنة دي بيتقال كلام تاني. مش ده اطارنا يعني، خلينا نتكلم في البطولات الافريقيه، لكن لا باكد بس عشان انت شرحت موضوع الدوري او قلت موضوع الدوري، موضوع الدوري لسه الامر مباراتين صعبين جدا ان شاء الله نكون موفقين في التعامل معاهم باذن الله في مباراه المقاولين ومباراه الزمالك باذن الله تعالى. طب بالنسبه للاستعدادات للموسم الجديد المعسكر، هل تم تحديد المكان؟ والله بص يعني احنا متهيألي احنا الدوري الوحيد اللي ممكن لحد دلوقتي ما تعرفش ماشي ازاي ونظامه ازاي وقوانينه ازاي واحداثه ازاي وماتشاته امتى لحد دلوقتي، انت بتتكلم في 9/6 تمام. لكن انت بتشتغل طبعا، بتشتغل على في امور بتبقى قصيره المدى زي ما بيقولوا، في حاجات طويله في المدى يعني الموسم اللي جاي، يعني لما نخلص الموسم ده الاول ان شاء الله، لكن بتفكر في الموسم اللي جاي بالتاكيد برضه هيبقى شرس جدا، هيبقى في حاجات كتير جدا، مفيش حاجه هتتغير في المنافسه، مفيش حاجه هتتغير سواء كان محليا او افريقيا، الامر هيبقى صعب ومش سهل يعني
لابد ان انت في استعداد قوي جدا جدا جدا، لابد يبقى في قائمه ثقيله جدا تناسب النادي الاهلي سواء كان محليا او افريقيا. راي حضرتك في البطوله الافريقيه بشكل عام يا كابتن سيد، في كاس الامم الافريقيه خاصه ان هي السنه دي هتقام ب 24 منتخب؟ دي جديده في لاول مره، متهيألي ان الادوار الاولى مش هتبقى بنفس قوه البطولات السابقه، لان انت كنت بتتكلم في 16 فريق، دلوقتي بتتكلم في 14 في 24 فريق، متهيألي الادوار الاولى مش هتبقى بنفس القوه، ممكن يتخللها مفاجات، دايما المباريات الصغيره او المباريات اللي هي ما بين في مجموعه واحده في بطوله صغيره في بطوله يعني مجمعه ممكن تحصل مفاجاه، مش يعني مجموعه من المفاجات لكن ممكن تحصل مفاجاه، لكن اعتقد كمان ان هي مع المستويات اللي انت فيها ديت ما اعتقدش ان المفاجات هتبقى بنسبه كبيره، ممكن تبقى 20% 25%، لكن على كل رؤوس المجموعات اللي موجوده كلهم رؤوس المجموعات السته اللي موجوده في الوقت الحالي يعني اعتقد ان الامر شبه محسوم يعني. شبه طب بالنسبه للمجموعه السته اللي احنا بنحللها النهارده، حضرتك تتوقع الكاميرون، غانا، غينيا بيساو، وبنين، ترشح يعني مين للصداره؟ يعني طبعا قوه غانا والكاميرون باسمهم وخبراتهم، يعني حتى لو تعثر مباراه ولا حاجه اعتقد ان هم ممكن يعني يلحقوا نفسهم، لكن برضه عشان تبقى انت يعني في الصوره، يعني متهيألي ان الاثنين مع بعض يعني فوز واحده على الثانيه مش عايز اقول يضعف غانا مع الكاميرون، مش عايز يضعف الثانيه، لان الثانيه قادره باي إن كان من الاحداث انها تتفوق برضه يعني، لكن يعني مش عايز اقول حتى مفاجاه، مش لساني مش مطوحني يعني، اعتقد ان غانا والكاميرون يعني حاسمينها يعني. تمام، شكرا يا كابتن سيد، وان شاء الله الدوري اهلاوي باذن الله. تمام، طبعا منتخب غانا بيلعب بيخش بقى على المنتخب الرابع سريعا. منتخب غانا بيلعب 4-4-2، حراسة المرمى ريتشارد افوري بيلعب في مارتسبرج في جنوب افريقيا، الاثنين المساكين جون بوي ده بيلعب في ميتس الفرنسي، وقاسم ادمز بيلعب في هوفنهايم الالماني، توماس بارتي الباك اليمين بيلعب في اتلتيكو مدريد، وده طبعا اغلى لاعب 50 مليون يورو قيمته التسويقيه في منتخب غانا، وده بيتم توظيفه ساعات طبعا هو مركزه الاساسي لاعب وسط وجناح وارتكاز ثالث، لكن هو لعيب جوكر، فمنتخب غانا عنده مشكله في حته الظهير الايمن، فبدا يتم توظيفه كظهير ايمن عشان يحل المشكله دي. الباك الشمال لامور بيلعب في جوزيتيب التركي، الاثنين الارتكاز كوادي اساموآ بيلعب في انتر ميلان، ومبارك وكاسو بيلعب في ديفيرتيفو الافيس، الاثنين الاجنحه اندري ايو بيلعب في فنار بخشة التركي، وكريستيان اتسو بيلعب في نيوكاسل، اثنين خطيرين جدا جدا جدا، جوردن ايو اسامو جيان طبعا راسين الحربه، جوردن ايو في كريستال بالاس، واسامو جيان عنده يمكن رئيس الدوله في غانا قعده مخصوص، عنده 93 مباراه دوليه اسامو جيان، اسامو جيان رئيس الدوله قعده مخصوص، يمكن اول فكره او اول نقطه قوه في منتخب غانا ان هم بيلعبوا براسين حربه، راسين الحربه الفكره راسين الحربه ان انت بتلعب بمهاجم صريح ومهاجم متحرك. مهاجم صريح اللي هو جوه الصندوق بيخلص جوه المنطقه، لكن المهاجم المتحرك اللي هو بيتحرك على الاطراف، مين المهاجم الصريح اللي هو اسامو جيان؟ طب مين بديله؟ عبد المجيد وارث، هو اللي كان بيلعب النهارده اساسي قدام في المباراه الوديه قدام منتخب ناميبيا. ده يمكن المهاجم اللي هو الصندوق، طب المهاجم المتحرك جوردن ايو اللي هو اخو اندري ايو مهاجم كريستال بالاس. عندهم اثنين على الاطراف بيتحركوا بشكل مميز قوي، كريستيان اتسو ده طبعا قدامنا على الصوره اسامو جيان سنة 2009 طبعا مميز قوي بالرقصات والحاجات، ومهاجم مميز جدا، ويمكن ما فيش حد بيعشقش الكورة ما بيحبش اسامو جيان. الاثنين الأجنحة كريستيان اتسو ده جناح شمال بيتحرك بشكل مميز جدا، واللي عمل عليه أحمد فتحي مباراة العمر في تصفيات كأس العالم اللي هو رقم 7 مميز قوي، هو بيعدي دايما في واحد على واحد ويعمل عرضية. والراجل الثاني أندري أيو اللي هو الجناح مميز بالفينش، يمكن دول أخطر أربع لعيبة، كريستيان اتسو رقم 7 سن 27 سنة بيلعب في نيوكاسل الإنجليزي، لعب 28 مباراة سجل هدف واحد، ولكن هو مش يعني هو لعيب مميز، سيبك من أرقامه دي، لا هو لعيب مميز كريستيان اتسو لعيب خطير جدا. أندري أيو لعيب خبرة رقم 10 29 سنة بيلعب في فنار بخشة التركي، عدد مشاركاته الموسم ده 29 مشاركة، أحرز 5 أهداف وصنع هدف واحد. جوردن أيو رقم 9 اللي هو المهاجم المتحرك لعب 20 مشاركة مع كريستال بالاس، أحرز هدف وعمل 2 أسيست.
توماس بارتي لعيب أتلتيكو مدريد عنده 25 سنة رقم 5، وقلنا أنه بيوظفه كباك يمين وبيلعب برضو ارتكاز، مش شرط يلعب باك يمين بس، طبعا أكيد هيتم استخدامه في الارتكاز مع كوادي أوساموا ومبارك وكاسو. وتوماس بارتي ده أغلى لاعب في الفريق 50 مليون يورو. هنبص إزاي هم سجلوا الأهداف أو إيه نقاط قوة منتخب غانا. هنلاقي ان اغلب اهداف منتخب غانا من جبهه كريستيان اتسو، عشان كده قلت لحضراتكم ما تركزوش قوي في ارقام الموسم هو، لكن هو لعيب مميز جدا اللي هو اللعيب رقم 7، دايما بيفوت في واحد على واحد قدام الظهير الايمن، مميز قوي ان هو بيفوت وبيعمل العرضيه عكس اندري ايو. اندري ايو مميز بالفينش اللي هو بيلعب بالقدم اليسرى، بيلعب ناحيه اليمين، مميز هو الفينشر عالي. ده يمكن كيف سجل منتخب غانا 8 اهداف في تصفيات كاس الامم الافريقيه. هم لعبوا 4 مباريات بس عشان في منتخب معاهم كان انسحب، منتخب سيراليون. يمكن هم سجلوا 4 عرضيات من الجبهه اليسرى من 8، يعني 50% من الاهداف من الجبهه اليسرى جبهه كريستيان اتسو. 2 تمرير طولي في المساحه بين الظهير والمساك، وده النقطه اللي احنا قلنا عليها ايه، قلنا دور المهاجم المتحرك، قلنا في عندهم حاجتين، مهاجم صريح اللي هو أسام واجيان ومهاجم متحرك اللي هو جوردن أيو. جوردن أيو بيتحرك دايما في المساحة ما بين الظهير والمساك، تتلعب له تمرير طولي، دايما بيهاجموا بأربعة. عندهم جابوا برضو تسديدة من خارج منطقة الجزاء وهدف من ضرب الجزاء. لو بصينا على الصورة هنبص نلاقي ان هم ادي كريستيان أتسو عمل العرضية وده هدف من الجبهة اليسرى المنتخب غانا. نبص على الصورة اللي بعدها، الصورة اللي بعدها دي مهمة قوي، هنبص نلاقي اهو، بصوا حضراتكم هتلاقوا 4 قدام اندري ايو اللي هو على اليمين خالص، واللي عليه الدايره دوت كريستيان اتسو، واثنين قدام أسام واجيان وجوردن ايو اللي هم الاثنين راس الحربه. الاربعه صوره كربونه واضحه جدا من طريقه لعب منتخب غانا اللي هي 4-4-2 او 4-2-2-2. عندهم كريستيان اتسو استلم الكوره وعمل العرضيه بشكل مميز قوي، وديت يعني منتخب غانا بيلعب 4-2-2-2. مش شرط بقى توماس بارتي يبدا كباك يمين، عنده الراجل اللي هو فريمبونج ظهير ايمن كوتوكو الغاني، ممكن يبدا ويحول توماس بارتو اللعيب توماس بارتي ليه جوه اللعيب ارتكاز كوسط، يعني وسط مدافع. عندهم برضو لعيب مميز قوي من اللعيبه اللي بتعجبني جدا اللي هو اجيمبونج. اجيمبونج ده لعيب جناح بيلعب تحت 23 سنه في مانشستر سيتي، لعيب مميز قوي، مهاري، من اللعيبه اللي يعني بلاير توش، يعني اللعيبه ركزوا معاه، اللعيبه اللي هو يعتقد ان هو جاي لعيب مش واخد حقه اعلاميا، اللي هو اجيمبونج لعيب مميز جدا، لعيب مهاري بيفوت في واحد على واحد ولعيب خطير، لعيب تحب تتفرج عليه، اللي هو اجيمبونج اللي هو جناح مانشستر سيتي. يمكن البديل زي ما قلنا برضو عبد المجيد وارس، قلنا متوسط الاعمار بتاعه منتخب غانا 26 سنه، ده متوسط الاعمار، متوسط الاعمار برضو متوسط مش كبير رغم الخبرات اللي موجوده. منتخب غانا منتخب خبره، قلنا نقاط القوة عندهم الاثنين المهاجمين، واحد مهاجم متحرك وواحد مهاجم صريح، مهاجم جوه الصندوق أسام واجيان أو عبد المجيد وارس، ومهاجم متحرك اللي هو جوردن أيو أخو أندري أيو. عندهم اثنين على الأطراف بيتحركوا بشكل مميز قوي، كريستيان أتسو اللي هو الجناح الشمال اللي هو كان بيلعب في إيفرتون، طبعا لعيب مميز جدا وهو دلوقتي بيلعب في نيوكاسل الإنجليزي. الناحيه الثانيه اندري ايو ده مميز قوي بالفينش، ومن اللعيبه اللي كانت كمان حتى لما كان اصغر من كده 3 4 سنين في كاس العالم 2010 كان يمتع الكوره، هو دلوقتي بيعتمد على الخبره اكتر اللي هو الفينش بتاعه عالي جدا، ده يعني من اللعيبه المميزه جدا. القيمه التسويقيه لمنتخب غانا 120 مليون يورو، من ال 120 مليون يورو لوحده توماس بارتي 50 مليون يورو اللي هو نجم اتلتيكو مدريد، وقلنا عليه ان هو هيبقى من اخطر لعيبه منتخب غانا. قلنا الفكره بتاعه راسين الحربه، النقطه الثانيه عندهم فكره ثنائيه وسط الملعب الدبل 6. ايه الدبل 6؟ ان الاثنين بيشتغلوا كهولدنج بتفيلدر، رغم ان الاثنين عندهم في نفس الوقت الاثنين عندهم قدرات دفاعيه وقدرات هجوميه بنفس المستوى، يعني الاثنين بيشتغلوا 6 و8 مع بعض، بيبدلوا، بيحصل تبادل الادوار ما بين مبارك وكاسو وكوادي اساموا، وممكن يدخل معاهم توماس بارتي. هي الفكرة ان انت التلاتة اللي هو توماس بارتي، مبارك وكاسو، كوادي اساموا، الاثنين واحد فيهم بيسقط ينزل يستلم عشان يبني الهجمة، واحد بيتحرك جوه، دي فكرة الدبل 6. قلنا نقطة القوة الثالثة التمرير الطولي ما بين المساك والباك من خلال تحرك جوردن ايو اللي هو المهاجم المتحرك، بيتحرك على الأطراف، أدي اساموا جيان، وتحته على طول بيبقى مين؟ اللي بيتحرك على الأطراف اللي هو جوردن ايو، بيتحرك بشكل مميز جدا في المساحة ما بين المساك وما بين الباك. النقطة الرابعة وهي الخبرات، لعيب زي أندريا أيو عنده لوحده 70 مباراة دولية، رقم كبير جدا، لعيب زي أسام واجيان عنده 93 مباراة دولية، لعيب مميز وهو هداف أفريقيا، أسام واجيان هداف أفريقيا في كأس العالم بسبع أهداف.
يعني او 6 اهداف. لعيب مميز جدا اسام وجيان، ويمكن رئيس الجمهوريه بنفسه استدعاه ليه؟ عشان يكون قائد يجمع الفرقه في نفس الوقت الفينش بتاعه عالي، سواء بدا او ما بداش يقدر ينزل الشوط الثاني يديك نص ساعه. لعيب مميز جدا في القدره التهديفيه، وممكن يبدا بعبد المجيد وارس مهاجم نانت الفرنسي. منتخب غانا زي ما قلنا بيبحث عن اللقب الغائب من سنه 82. ده يمكن ملخص منتخب غانا. قلنا نقاط القوه، قلنا راسين الحربة اللي هو المهاجم الصريح والمهاجم المتحرك، قلنا أندري أيو وأندري أيو وكريستيان أتسو اللي بيتحركوا على الأطراف بشكل كويس جدا، وقلنا توماس بارتي وقيمته التسويقية، واتكلمنا على التمرير الطولي ما بين المساك والباك، واتكلمنا على الخبرات. دي يمكن كانت نهاية الحلقة الأولى من برنامج رادار أفريقيا. أتمنى أن هي تكون نالت إعجابكم، وأوعدكم إن شاء الله أن الفترة الجاية هيبقى فيه تطوير أكتر وأكتر. اعتقد ان كل منتخب بنتكلم فيه على كل حاجه، التشكيل، طريقه اللعب، ارقام المدرب، نقاط القوه، نقاط الضعف، القيمه التسويقيه، معدل الاعمار، اعتقد ان احنا ما سيبناش حاجه الا ما جبناها في جميع المنتخبات. فاتمنى ان شاء الله ان هي تكون نالت اعجابكم، ونوعدكم ان شاء الله ان الحلقات الجايه هيكون فيه تطوير اكتر واكتر. شكرا والسلام عليكم.